السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الدارسين والدارسات ببرنامج التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسعدنا أن نلتقي معكم اليوم في المحاضرة الخامسة من المقرر من المحاضرات لمقرر محاسبة الزكاة والضريبة. المحاضرة الخامسة من اللقاءات الحية لمقرر محاسبة الزكاة والضريبة حسب 416 والمقررة طلاب المستوى السابع تخصص المحاسبة. كنت وقفت في المحاضرة السابقة حضرات عند الفترة الزكوية. أولا يا شباب، معروف أنه أنا هبدأ في الفصل الثالث أهو. في الفصل الثالث في أول حضرات بيقول لي صرف الربح يضاف إليه ويطرح منه. اللي بيحصل أنه المكلف بالزكاة أو بالضريبة بيقدم الإقرار الزكوي مع قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، ورجل الزكاة أو الضريبة بيفحص ثم يعدل الربح المحاسبي ليصل إلى الربح الزكوي أو يصل إلى الربح الضريبي. فمن حق رجل الزكاة إنه يعدل الوعاء الزكوي وفقا لأنظمة الزكاة. فهنا بتلاقي بيقول لي صافي الربح المحاسبي يضاف إليه الإيرادات والأرباح المقبولة نظاما. يعني لو فرض إنه في إيراد لم يضفه المكلف او المحاسب الخاص بالمكلف، رجل الزكاة يضيف الايرادات والارباح المقبولة نظاما ولم تدرج بالاقرار. يعني هو بيشوف الاقرار في ايه وبعدين بيعدل الاقرار. ولذلك بتنشأ معانا كلمة يضاف ويخصم. هنا يضاف ويخصم، ايه اللي بيضاف وايه اللي بيخصم؟ يضاف حضرات اي بن اذا كانت نتيجة اضافته سوف تزيد الربح يبقى يضاف، واي بند اذا حسبناه وكان هيخفض الربح يخسر. ولذلك الجدول اللي هو صفحه 42 بدايه الفصل الثالث بيقول لي صافي الربح المحاسبي يضاف اليه ايرادات وارباح مقبوله نظاما. كلمه مقبوله نظاما يعني ايرادات نظاميه، فهو لم يضيفها لم تدرج بالاقرار. ايضا يضاف المصروفات والخسائر المقبوله محاسبيا وغير مسموح بها نظاميا ادرجت بالاقرار. يعني انت في تكاليف حطيتها انت في الاقرار ورجل الزكاه مش موافق عليه او رجل الضريبه مش موافق عليه، تمام؟ فرجل الضريبه او رجل الزكاه يقول لك لا احنا مش هنعترف بهذا المصروف، طب نلغيه. عشان تلغي هذا الاثر يبقى اذا يضاف للربح، تمام؟ يعني هنا حضرات عايزين نوضح الان اللي هي يضاف ويخصم. اللي هي يضاف ويخصم اللي هي المقصود بها حضرات اللي هو المقصود بها التعديلات على الوعاء الزكوي او الوعاء الضريبي، تمام؟ فانا بضيف ايه؟ وظيفة حضرات أي إيرادات لم تدرج في الإقرار ويجب أن تدرج وأخفاها بطريقة مقصودة أو غير مقصودة المكلف أنا بضيفها. أيضا أي مصروفات أدرجت في الإقرار وأنا في أدرجت في حسابات الأرباح والخسائر وقائمة الدخل، تمام، ورجل الزكاة لا يعترف بها تضاف، وده باسم إجمالي إضافات. أما ما هو يخصم؟ يخصم الإيرادات والأرباح المكتسبة محاسبيا وغير المقبولة نظاميا. في حضرات إيرادات لا توافق عليها مصلحة الزكاة أنها تخضع للضريبة أو تخضع للزكاة. زي حضرات إيرادات أو أرباح بيع أوراق مالية، أوراق المالية إذا بيعت داخل السوق السعودي لا الربح بتاعها لا يخضع للزكاة. تمام. الايرادات والارباح المكتسبه محاسبيا وغير المقبوله نظاميا دي تخصم. ايضا المصروفات والخسائر المقبوله نظاميا وغير مسموح بها محاسبيا لم تدرج بالاقرار يبقى اذا تضاف. يعني في مصروفات ثانيه حضرات، تمام، المصلحه او الهيئه بتنص عليها والمحاسب لم يدرجها ففي الحاله تدرج. ده حضرات هو التعديل على صافي الربح المحاسبي ومن ثم التعديل على الوعاء الزكوي، ماشي؟ ده اللي هو النموذج بتاع التعديل. اما حضرات المصاريف التي يجوز حسمها من الايرادات باسمها التكاليف واجبه الخصم، فهي احنا مش هناخدها كلها كشرح، لكن هناخدها في التطبيقات.
فتسمح لي انا اقولها اسماء كده وامر عليها بسرعه. الرواتب والاجور، حضرات، الرواتب والاجور ضمن المصروفات والتكاليف واجبه الخصم ما دامت هي مرتبطه بالنتيجه بالنشاط ونتيجه النشاط، ما دام لازمه للنشاط، ما عدا مرتب صاحب المنشاه، مرتب الشريك المتضامن لا يعترف به. ماشي؟ تمام. في مثال هنا حضرات صفحه 43، بيقول المثال بسرعه اهو، بيقول لي شركة تضامن فيها الشريك ألف سعودي والشريك به أجنبي يأخذ على الضريبة، يعني واحد يأخذ على الزكاة واحد يأخذ الضريبة. ماشي. بلغت أرباحها 4 مليون ريال بعد تحميل الربح 400 ألف مرتب ألف و300 ألف مرتب به وتحميل الربح 200 ألف ريال فائدة رأس المال ومبلغ فائدة رأس المال وكذلك تبرعات لجهات أجنبية. لما تيجي تبص في الحل حضرات هنا لا يعترف بأي لا يعترف بأي مرتبات أو فوائد ماشي لرأس المال بالنسبة للشريك المتضامن، ولذلك بناخد الـ 4 مليون ونضيف عليهم 400 ألف ونضيف الـ 300 ألف ونضيف الـ 200 ألف ونضيف الـ 100 ألف كل ده. وأيضا بالنسبة للتبرعات حضرات، تبرعات في بالنسبة لهيئة الزكاة والدخل جاءت على التبرعات، توافق على التبرعات بشرط أن تكون التبرعات لجهة داخلية يعني داخل المملكة العربية السعودية، أن يكون هناك سند دفع، أن يكون هذه الجهة مصرح لها بجمع تبرعات. والله إذا كان هذا الكلام ينطبق على التبرع ماشي تمام. ولذلك لما تلاقي حضرات تبرعات لي مثلا معتمدي شهر رمضان، واحد يا جماعة واحد طلع مثلا عمل غداء عمل إفطار للناس في شهر رمضان ماشي حضرات، هذا لا يعترف به تبرع. تبرع لازم يكون تبرع لجهة داخلية وهذه الجهة مصرح لها بجمع التبرعات. ماشي. تعال نبص في التمرين ده بسرعة يا حضرات. خد ال 400 وال 300 والكله وبعدين أضاف التبرعات وبعديها حضرات أضاف إيه؟ وبعديها قسم قسم العائد أو قسم الإجمالي ما بين الشريك اللي هو يحصل عليه إذا كان شريك ألف والشريك به، فكان نصيب الشريك ألف 3 مليون 180 ألف والشريك به 2 مليون 120 ألف. ماشي. أما الاستهلاك يا شباب لحسبة ذكروها لأن مش هنقدر نشرحها كلها. ليه؟ لأن الاستهلاك هنا كبير حضرات. أولا الاستهلاك قسم مجموعات، فقال بالنسبة للاستهلاك 5% للمباني الثابتة، 10% للمباني الصناعية والزراعية، الآلات والمكان 25%، مصاريف المسح الجيولوجي 20%، الأصول البقية كلها، جميع الأصول الأخرى الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة 10%. طيب حساب الاستهلاك يا شباب أنا هذكر معاكم هذا المثال، ربنا يبارك فيكم ركزوا معايا فيه، اللي هو صفحة 46. ماشي أهو مثال على الاهلاك، حساب قسط الاهلاك لهذه المجموعه من المباني الثابته في شهر في شركه الهدى، داخل قيمه المجموعه 60، قيمه المباني 16، قيمه المباني المضافه. بيعمل ايه حضرات هنا؟ لما بيجي الاستهلاك حفظ، حد بيسالني بيقول لي الحفظ هما 5% 10 25 20 10%. والله خلينا اقولها في الاخر، يعني خلينا نحفظ المباني اللي انا خليها مثال ده وبعدين ارد عليكم في الاخر. ماشي مفيش مشكله يعني ان شاء الله خير. عايز بس اركز على هذا المثال اهو. هذا المثال ايه اللي بيحصل في حساب الاهلاك يا حضرات؟ بياخد يعني انا دلوقتي في سنه 2019 باخد الاصل اللي جاييني من 2018، يعني يوم 31/12/2018 اشوف المباني بكام واعمل ايه، زائد 50% من المباني اللي اضيفت 2019 و 50% من المباني التي اضيفت الى 2018. اذن باخد قيمه الاصل ماشي في السنة السابقة في آخر السنة السابقة وبضيف عليه زائد 50% من المباني التي أضيفت
خلال هذا العام والعام السابق، واطرح قيمة المباني التي تم التصرف فيها هذا العام والعام السابق. الناتج هو الأصل القابل للاستهلاك. إيه رأيكم؟ سهل وبسيط أهو، ماشي؟ يبقى أنا بحسب الأصل، بحسب الإهلاك إزاي؟ باخد باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة السابقة زائد 50% مضروبة في ما أضيف للأصل هذا العام والعام السابق، مطروحا منه 50% من التصرف في الأصل يعني اللي اتباع أو اتحرج أو اتأمن أو أهلك، زائد 50% من الأصل التي تم التصرف في هذا العام والعام السابق. الناتج هو الأصل القابل للاستهلاك، ماشي؟ تمام؟ أهو 60 15 8، يعني خدت ال 60 باقي قيمة المجموعة، ضفت إليها 50% من قيمة المباني المضافة خلال 2016، وضفت لها 2017 15 8 23، ماشي؟ خلي بالكم فوق هنا كام؟ قيمة المباني المضافة خلال عام 2016 30، هو خد 15 بس في الحل. قيمة المباني المضافة خلال 2016 17 16، خد 8 بس. يضاف إليه 50% من قيمة المباني المتصرف فيها خلال عام 2016، دي كانت 10، خد 5. 50% من قيمة المباني المتصرف بها خلال عام 2017 كانت 6، خد 3، الناتج هو 75. ماشي حضرات؟ يبقى أنا هنا باخد يا حضرات لما أجي أحسب الأصل القابل للاستهلاك، الأصل القابل للاستهلاك يا حضرات بقول بيساوي باقي قيمة المجموعة في نهاية، المفروض المقصود بها حضرات السنة السابقة للحساب، السنة السابقة ده حضرات مضافا إليه، مضافا إليه 50% من 50% من الأصل المضاف خلال العام والعام السابق، مخصوما منه برضو 50% من التصرف في الأصل هذا للعام الحالي والعام السابق. ده حضرات الناتج يساوي، الناتج يساوي الأصل القابل للاستهلاك، ماشي؟ طيب أنا هدينا الأصل القابل للاستهلاك. طيب لأن حضرات هذا المثال اهو، وقلت لك انه عند الفحص الذكوي لشركة الهدى اتضح أن مجموعة قيمة المباني في نهاية السنة السابقة كانت 60 مليون، المباني المضافة خلال العام الحالي 30 مليون، المباني المضافة خلال العام السابق 16 مليون، وكانت المباني المتصرف بها خلال العام السابق 10 مليون، والمباني المتصرف بها خلال هذا العام كانت 6 مليون. المطلوب أو أجب على النقاط التالية: واحد، رصيد المجموعة الخاضعة للاستهلاك هل 75 مليون 74 مليون 73 مليون؟ يعني هو المثال أهو، لو أنا هعمله على سؤال والسؤال يكون خيارات، ماشي؟ تمام، 75 ماشي. بعديها فإن قسط الإهلاك يساوي، قسط الإهلاك يساوي كام؟ قسط الإهلاك يساوي 3650 ألف، 3750 ألف، 3850 ألف. قسط الإهلاك ده حضرات مباني، المباني معروفة كم في المية؟ 5%، يبقى إذن في 5%، تمام. قيمة التحسينات هنا، فإن قيمة التحسينات بتساوي
2,850,000 ولا 3,850,000 ولا 4,850,000؟ لما اجي حضرات بالنسبه لي، لما اجي احسب طبعا عشان بس اكمل هنا، الاهلاك بيساوي، الاهلاك بيساوي الاصل القابل للاستهلاك ضرب المعدل. ماشي. لما اجي احسب حضرات اللي هي التحسينات، بالنسبة لحضرات التحسينات تساوي 4% من الاصل في نهاية الفترة، في نهاية الفترة مخصوما منه قسط الإهلاك مضروبا في 4%. مخصوما منه بس كده. لا اهي التحسينات حضرات تساوي، التحسينات لا تزيد، المفروض لا تزيد عن او تساوي، هي تزيد عن، لا تساوي عن 4% من الاصل في نهايه الفتره مخصوما منه قسط الاهلاك. يعني بفرض انا بقول هنا قسط التحسينات لا تزيد عن 2,850,000، 3,850,000، 4,850,000. لو حد مركز معايا هيحلها. التحسينات، كم التحسينات يا شباب؟ 4% من الاصل في نهاية الفترة مخصوما منه قسط الاهلاك. عارفين في حالتنا دي التحسينات هتساوي كام؟ التحسينات عضلات اللي هي الاضافات على المبنى، اللي هو بيحد صاحب المبنى يعتبرها من ضمن المصروفات. فهيئة الزكاة قالت ماشي نعتبرها من ضمن المصروفات، بس في حدود كام؟ في حدود 4%. طب والباقي؟ والباقي اتضاف للاصل. التحسينات للتمرين بتاعنا اللي احنا فيه ده حضرات المفروض بتساوي 75 مليون، نطرح منها 3,750,000. ماشي. وبعد كده الناتج كام؟ الناتج يا حضرات هيبقى 75، يعني هتبقى 271,250، هيبقى 271,250,000. ده حضرات المفروض ضرب 4%، ضرب 4%. الناتج اعتقد الناتج هيكون 2,850,000، صح؟ 2,850,000. ماشي يا شباب. طيب احنا هنا الناتج 2,850,000، نشيل كلمة ألف دي ونحط صفار عشان ما حدش يتلخبط. تمام. 2,850,000 ده حضرات اللي هو كيف يحسب الإهلاك. كيف؟ بضيف، بجيب قيمة المجموعة في نهاية السنة السابقة، بضيف عليها 50% من الأصل المضاف هذا العام والعام السابق، بضرب 50% من الأصل المتصرف فيها هذا العام والعام السابق، وأجمع وأطرح الناتج. هو الناتج هو الأصل قابل للاستهلاك. ده التمرين اللي عندكم يا شباب اللي هو آخر 75. ماشي. ال 75 دي هضربها في الإهلاك 5%، هيطلع معايا 3,750,000. الباقي المجموعة بعد مطرح الإهلاك هو اللي يتحسب عليه التحسينات. ماشي يا شباب. طيب افرض التحسينات كانت أكثر المدفوعة، ناخده ما يوازي 4% يحتسب ضمن المصروفات، أما الباقي يضاف لقيمة الأصل.
ماشي يا شباب، الله يبارك فيكم، تمام في هذا الموال، حتى لا طيب تمام، جزاكم الله خير. كنت عايز اشرح الجزء الخاص بي، تعالى اشرح الجزء الخاص بالفترة الزكوية، لكن نمشي مع الكتاب. فحص المشتريات والمبيعات والمخزون حضرات، وفحص الدين المعدوم. المشتريات والمبيعات حضرات احيانا يجي لك مثلا مثال زي اللي هو، يا رب الاقي حاجة اليوم، كان في مثال حضرات عندكم بيقول انه مثلا في بالنسبة لل بفرض المشتريات حضرات، المشتريات عند الفحص، عند الفحص اتضح ان مبلغ 10,000، عند الفحص اتضح ضمن المشتريات مبلغ 10,000، مشتريات اتضح من المشتريات، عند فحص المشتريات، عند الفحص اتضح ان المشتريات ضمنها مبلغ مثلا 10,000، ريال حضرات مشتريات تم بيعها بمبلغ، او تم بيعها بربح مثلا 20%، وسجلت ضمن مردودات المشتريات بالتكلفة. أنا عايز أسأل بس، ما هو الأثر؟ يعني في مشتريات ب10,000 سجلت ضمن مبلغات المشتريات بالتكلفة، ما هو الأثر؟ أو ما هو يجب على رجل الزكاة يعمل إيه؟ في مشتريات تم بيعها، دي حضرات يعني في مشتريات قيمتها 10,000، في حضرات مشتريات بمبلغ 10,000 تم بيعها بربح 20%، 2 من 10 هي 20%، وسجلت ضمن مردودات المشتريات، ما هو الأثر؟ أو ما هو التصرف على رجل الزكاة يعمل إيه؟ ما هو التصرف على رجل الزكاة؟ يضيف كام؟ يضيف صح؟ يضيف كام؟ يضيف كام يا شباب؟ يضيف كام؟ يضيف 2000؟ 10 في 20 في 2000، صح صح ده، جزاك الله خير. طيب هنا اضيف 2000، صح. طيب
بفرض انها سجلت. يبقى هنا العلاج يضيف 2000 ريال. ماشي. بفرض ان المشتريات هي 10000 بخصم 10%، سجلت مرتين في المشتريات، العلاج ايه؟ سجلت مرتين في المشتريات، ايه رأيكم؟ بفرض ان المشتريات بلغت قيمة فحص المشتريات، اتضح ان هناك فاتورة مشتريات ب10000 ريال وبخصم 10%، سجلت مرتين ضمن المشتريات بس. أنا هات السؤال، السؤال واضح يا شباب عندكم المفروض. نطرح سجلت مرتين في المشتريات، صح نطرح ولا نضيف؟ صح نطرح ولا نضيف؟ لا مش صح نطرح. سجلت مرتين في المشتريات، نضيف. شكرا. نضيف 9000 ريال. ممتاز ممتاز زينب داليا، جزاكم الله خير. نضيف 9000. حلو. طب انا عندي حضرات هنا رسوم جمركية 105000. رسوم جمركية 105000. رسوم جمركية 105000 محسوبة بمعدل كام؟ محسوبة بمعدل 5%، لكن المعدل النظامي 3%. هنا حضرات الرسوم الجمركية على المشتريات ب 105000 محسوبة بمعدل 5%، لما جينا نفحص وجدنا ان المعدل النظامي 3%. السؤال ما هو العلاج؟ طيب اقول لكم على العلاج. ماشي. العلاج هل هو خصم 36000 ولا يضيف 36000 ولا يخصم 42000 ولا يضيف 42000؟ نطرح الفرق كام؟ طيب كام الفرق؟ تحسب ازاي الفرق؟ صح. شكرا شكرا عبد الرحمن، ممتاز عبد الرحمن. صح. العلاج ان احنا هي محسوبة ب 105 ب 5%، لكن ما عندي نظام 3%. لا نضيف الفرق عبد الرحمن، بارك الله فيك. نضيف الفرق ليه؟ هو حاسب ب 5%، المعدل النظامي 3%. فعندك 105 على 5 فيها 21، 21 في 3 هتبقى 63. نضيف 42 يا شباب، نضيف يضاف 42000، يضاف 42000. ماشي.
طيب شباب، مثال تمرين بسيط. إذا كان رأس المال في أول العام 180,000 ونتيجة النشاط خلال العام بلغت 70,000 وإضافات رأس المال في منتصف شهر محرم وصلت 30,000 وإضافات في ربيع الثاني 20,000 فإن ما يحسب ضمن الوعاء الزكوي في نهاية العام يكون هل 295,000 ولا 280,000 ولا 250,000 ولا 180,000؟ لا تمرين بس، ايه دخلنا خدنا الحاجات دي بس على اساس ننشط الناس اللي هي لا تشارك. ها يا شباب، انا بقول الاتي: إذا كان رأس المال في أول عام الهجري 180,000 ريال ونتيجة النشاط خلال العام بلغت 70,000 وإضافات لرأس المال في نصف محرم 30,000 ريال وإضافات في نصف ربيع ثاني كانت 20,000 ريال، فإن ما يحسب ضمن الوعاء الزكوي في نهاية العام هو 295,000 ب 180,000 ج 250,000 د 280,000. لا السؤال ده مش في ال ده من البنك عندي يا شباب. ميتين وخمسين، مين اللي جاوب 250؟ أفراح. شكرا لك، ممتازة والله، جزاك الله خير، وفقك الله لما يحبه ويرضى. طيب على حضرات، بالنسبة لي اللي هي خاصة برسوم الجمركية، خلاص ماشي. بيقول لي: عند الفحص الزكوي لأحد المكلفين وجد أنه تضمن مبلغ 30,000 ريال مكاسب بيع أوراق مالية تم بيعها في السوق السعودي، وبالتالي الفحص الزكوي عليه أن يخصم 30 ولا يخصم 15 ولا يضيف 30 ولا يضيف 15. أيوة، عبد الرحمن، يعني بطرح كام؟ تمام. ها بس يا شباب بسرعة هنعدي على، أيوه هنعدي على التمرين صفحة 49 يا شباب. محدش جاوب ليه؟ بس المفروض يا حضرات الأرباح بيع أوراق مالية بيعت في السوق السعودي لا تخضع، وبالتالي المكلف ضافها فإحنا نطرحها تخصم كلها. تعال نبص في صفحة 49، بيقول لي هنا: وقد تضمن صافي الربح 250,000 ريال، وبالتالي الفحص اتضح الآتي: مصروفات الشراء تضمنت رسوم جمركية 12,000 محتسبة بنسبة 4 في حين الرسوم الجمركية الصحيحة 6. شوف حضرات 12 يتحسب ازاي؟ ناخد 12 نقسمها على 4 هيدينا نصيب الواحد، اضربها في 6 يدينا الرسوم الصحيحة،
بس هنا حضرات المفروض نخصم. ماشي؟ احنا في مثال صفحة 49 يا شباب، الله يبارك فيكم. هناك فاتورة شراء سجلت مرتين 10,000 وخصم 10%، يبقى إذا يا حضرات تخصم 9,000 اللي قلناها من شوية. تضمنت المشتريات شراء أثاث بمبلغ 40,000 ريال، وتستهلك الشركة الأثاث بمعدل 10%، فهي نفس النسبة النظامية، يعني هي اللي في القانون. يا حضرات خلي بالكم من حاجة، تتضمن المشتريات شراء أثاث. الأثاث حضرات أصلا بيتسحب له إهلاك. المفروض ما تدخلش ضمن المشتريات. فاستبعد من يستبعد 40,000 من المشتريات، يبقى إذا دي تضاف. وأرجع يا حضرات آخد الأصل اللي هي 40,000 دي وأعمل لها استهلاك، تعتبر أساس مضاف جديد، فبعمل له إهلاك ب 50%، ف 40,000 في 10% في 50% ب 2000. يبقى إذا لا حضرات هتلاقي في 40,000 تضاف وفي 2000 تخصم. هناك 3,000 ديون معدومة مسجلة ضمن المصروفات. قدم المكلف الأدلة الكافية لصحة إفلاس أحد المدينين ب 2000. الديون المعدومة يا شباب لا توجد مشكلة في خصمها. هيئة الزكاة بتوافق عليها بس بشرط. إيه هو الشرط؟ إن تكون الديون المعدومة دي تبع النشاط، مسجلة في الدفاتر، تبع البيع والشراء يعني، أن يكون هناك إثبات بأن المدين لا يستطيع السداد، اللي هو الإفلاس. هنا دول 3,000 مسجلين، العميل أو المكلف قدم ما يفيد 2000 بس اللي هم في إثبات كامل أنهم أعدموا، وبالتالي 1000 يضاف. ماشي يا شباب؟ هناك فاتورة مبيعات بمبلغ 30,000 ريال لم تسجل بالسجلات. طبعا دي لم تسجل، نسجلها. يبقى إذا بعدين نسجلها، يبقى هتضيف هتزيد الإيرادات، يبقى تضاف. هناك بضاعة تكلفتها 15,000 سجلت بالخطأ بسعر التكلفة ضمن مردودات المشتريات علما بها بيع نقدا وبنسبة ربح 20% من تكلفتها. يا حضرات هتحسب الربح 15,000 في 20% 3,000 تضاف. يا شباب الصوت واضح؟ أما لا أرى مشاركات ليه بس؟ لماذا لم أرى مشاركات من الشباب النير؟ المثال ده يا شباب محلول عندكم أهو، الرسوم الجمركية والمشتريات وصف الربح و و و هكذا. ماشي؟ شوف يا شباب بند 52 الضرائب التي تدفعها الشركات السعودية المختلطة خارج المملكة. الضرائب يا حضرات ما يدفعه المكلف على بضاعته وما يدفعه من رسوم الهيئة لا تمتنع، لكن لا تحسب الضرائب التي تدفع داخل المملكة، والمقصود بها ضرائب الدخل مش ضرائب القيمة المضافة ولا ضريبة المبيعات ولا الرسوم الجمركية، لا هنا نقصد ضريبة الدخل. ضريبة الدخل لا تعتبر من ضمن التكاليف. فإذا كانت الضرائب اللي مدفوعة دي، أنت بتشتري بضاعة من مصر دفعت ضريبة ماشي، من أمريكا دفعت ضريبة ماشي، دفعت رسوم جمركية ماشي نحسبها لك، بس ما تجيش هنا تقول ده دفعت ضريبة دخل في المملكة. لا، ضريبة الدخل من المملكة هم بيحاسبوك عن أرباح العام السابق الدولة لها حق فيه، لا يعتبر ضمن التكاليف. ماشي؟ هنا بيقول لي ضمن المصروفات الإدارية 4,500 قيمة مخالفات البلدية. قيمة مخالفات البلدية لا تخالف يا أخي، فإذا الهيئة لا توافق على خصم أي مخالفات. شملت المصروفات العمومية 8,000 قيمة مواد غذائية وزعت على معتمرين شهر رمضان. أنا قلتها من شوية حضرات دي، وانتظر منكم رد. في مصروفات من ضمن المصروفات حاطط 8,000 وزع تمر على المعتمرين،
هل ده يعتبر من ضمن التكاليف واجبة الخاص؟ هل نعترف بها تكلفة؟ حلو، ما دام انا عايز اشيلها من التكاليف يبقى هتزود الربح ولا تخفضه؟ عايزين نشيلها من التكاليف، ما دام هنشيلها من التكاليف يبقى هنزود الربح، يبقى تضاف. مرحبا، شكرا شكرا لكم، شكرا داليا زينب، شكرا شكرا شكرا. طيب ضمن المصروفات 30,000 ريال تم تجنيبه كمخصص ديون مشكوك في تحصيلها، لا يعترف بالمخصصات اطلاقا الا للبنوك، وهو مخصص ديون مشكوك فيها وبشروط، فاذا يضاف. 29,000 رسوم جمركية على الآلات والمعدات التي استوردتها الشركة واستخدمتها في الإنتاج. حد يقول لي بنعمل فيها إيه؟ بس من غير ما يبص في الحل، إذا كان محلول هو محلول. تسعة وعشرين ألف رسوم جمركية محلولة، بس هنا الرسوم الجمركية حضرات دي على الآلات، نحن نعترف بها كمصروف، لكن هذا المصروف سوف يضاف على قيمة الأصل واستهلك. أما لو رسوم جمركية على المواد الخام، رسوم جمركية على المشتريات، لا غبار فيها. المشكلة أن رسوم جمركية على الآلات، فهنشيلها من هنا من الآلات بس نعمل لها إهلاك، فدي حضرات تضاف لأنها تخص الآلات، فتضاف للآلات ونحسب عليها إن شاء الله إهلاك. ماشي. احتياط بتوسعات لا يعترف به يضاف. تكاليف حفلات الاعياد لا يعترف به تضاف، ده هي حفلات غير لازمه للشغل او غير لازمه للنشاط. اعادت شركه التامين مبلغ 3900 ريال انها احتسبته على الشركه بالزياده عند دفع قسط التامين عليها ولم يتم تسجيله في الدفاتر. هنا مشكله لما قال ولم يتم تسجيله في الدفاتر، يعني معنى ذلك ان هذا المصروف لم يسجل مصروف عندما صرف، وبالتالي عندما يجي كايراد لا يعترف به كايراد. ماشي يا شباب. احتسب التكلفه بضاعه اخر مده بقيمه 85 في حين التكلفه الحقيقيه التاريخيه 98 والسوقيه 110. خلينا ناخد دي لانها فيها ضمن المصروفات، نخليها نقطه واحديها. يا حضرات تكلفة بضاعة آخر مدة 85، تكلفة تاريخية 98 والسوقية 110. أنا هاخد السوقية أو التكلفة أيهما أقل؟ 85 و 98 و 110. بضاعة آخر مدة حضرات أنا هنقيمها بالتكلفة أو السوق أيهما أقل؟ هو مقيمها بأقل من الأقل. احنا عايزين قيمها ب 98، بضاعة آخر مدة حضرات لما بتتحط في قيمة الداخل بتزيد الربح، إنك أنت بتحسب تكلفة البضاعة المباعة، فبتجيب البضاعة المشتراة زائد المصروفات وتخصم منها بضاعة آخر المدة. الناتج هو تكلفة البضاعة المباعة. تمام؟ فلما بتزود بضاعة آخر المدة بيزيد الربح، يعني بتخف التكاليف فيزيد الربح. فهنا يضاف الفرق اللي هو 85 من 98 13,000 يضاف. ماشي يا شباب. ضمن المصروفات 18,000 ريال ضريبة دخل لأحد الشركاء دفعت لمصلحة أو لهيئة الزكاة والدخل، لا نعترف بها وذلك تضاف. شباب اي هذا التمرين اي استفسار فيه؟ في ناس كتير بتكتب، انتظركم. في حد بيكتب؟ طب يرسل، لان عشان ابدا بس عايز ابدا نقطه بسيطه كده. محدش عايز يسأل؟ أمال الناس بتكتب إيه؟
طيب طيب يا شباب، سؤال بسيط كده عشان نقفل بيه قبل ما تمشوا. إذا كانت الشركة الموزعة لأرباح الأسهم لا تدفع الزكاة عن الأرباح، وكان الاستثمار بغرض المضاربة، فإن مالك الأسهم يجب عليه دفع الزكاة عن الأرباح فقط، ولا دفع الزكاة عن قيمة الأسهم فقط، ولا دفع الزكاة عن قيمة الأسهم والأرباح، ولا عدم دفع أي شيء؟ الأسهم والأرباح، صح، ممتاز ممتاز ممتاز. السؤال بطريقة ثانية حضرتك، الاستثمار عند حساب الوعاء الزكوي للشركة، فإن الاستثمارات الخارجية عند حساب الوعاء الزكوي للمكلف أو للشركة، فإن الاستثمارات الخارجية ألف لا تخضع للزكاة في كل الأحوال، ب لا تخضع للزكاة إذا كانت بغرض المضاربة، ج تخضع للزكاة في كل الأحوال، د لا تخضع للزكاة إذا كانت بغرض القنية، وتخضع للزكاة إذا كانت بغرض المضاربة. دال 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 دال. جزاكم الله خير، شكرا لكم. والله يا شباب انا عندي موضوعين مهمين عايز اشرحهم، اللي هي الفترة الزكوية اللي انا بدأت فيها المحاضرة اللي فاتت وما سبق وما كملناهاش، وعندي حساب رأس المال او حساب الوعاء الزكوي في طريقة رأس المال العامل، لا فهم أجلهم إن شاء الله. لا تخضع بغداد قلنا، صح، ممتاز، شكرا عبد الرحمن، شكرا أخ عبد الرحمن، شكرا الدارسات أو الفضليات كلهم. إن شاء الله الاختبار ميسر. كيف الاختبار؟ هل يكون متيسر؟ إن شاء الله متيسر. شكرا عبد الرحمن، جواهر، داليا، أفراح، جزاكم الله خير، شكرا لكم. إن شاء الله خير، إن شاء الله يا شباب، إن شاء الله بإذن الله إحنا بنحاول نغطي بقدر المستطاع، والله المستعان. جزاكم الله خير، إن شاء الله حضرات المحاضرة القادمة ربنا يبارك فيكم، إن شاء الله المحاضرة القادمة نحاول نخلص بها الزكاة، فهيكون فيها كلها تطبيقات، وأعتقد إن إحنا لا نشرح تاني في الزكاة النظري، ناخد تطبيقات على طول إن شاء الله. طبعا مشكورين، بارك الله فيكم، نلتقي معكم المحاضرة القادمة بإذن الرحمن. شكرا لكم، تفضلوا مشكورين، تفضلوا مشكورات، جزاكم الله خير، نلتقي معكم المحاضرة القادمة إن شاء الله، هنخلص فيها الزكاة، فاللي عنده حاجة حاول يجي يحضرها ويجيبها معاه عشان خاطر نغطيها بإذن الرحمن. شكرا لكم، تفضلوا، في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.